يا من استجزتم أكل الربا أبشروا بالدمار، أبشروا بالفقر، أبشروا بالدمار وأبشروا بالفقر. لما؟ لأن النهي عنه هو الله، وقد بيّن لكم العقوبة في كتابه الكريم، وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم أيما تبيين في سنته صلوات الله وتسليماته عليه. بيّن أن المرابي ملعون، بيّن أن المرابي مرتكب إحدى الموبقات السبع، بيّن ربنا أنه محارب لمن يأكل الربا، بيّن ربنا أنه يمحق الربا، بيّن ربنا أنه يمحق الربا، بيّن ربنا أن العذاب أعد للمرابين، بيّن أن النار أعدت للمرابين. من كل الطرق سدت الأبواب الموصلة للربا بقسميه، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة على السواء. أيوة.